السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على كأس العالم تحت 17 سنة أندونيسيا. لعليكم متابعة الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ألف 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 مبروك للمغاربة والتأهل المنتخب المغربي تحت 17 سنة في أندونيسيا، كأس العالم أندونيسيا. غادي نكتشف لكم هذه المجموعة وغادي نكتشف لكم ترتيب خاص في هذه المجموعة اللي فيها المغرب، بنما، الإكوادور، أندونيسيا والمنتخب المغربي. مبروك علينا، ألف ألف مبروك للمغاربة من طنجة إلى الكويرة العزيزة. رسميا تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهاية كأس العالم خاص تحت 17 سنة في أندونيسيا. إذا مبروك علينا، ألف ألف مبروك للمغاربة وديما الراية المغربية والراية المغربية والنشيد الوطني خاص في ثمن نهاية ديال كأس العالم خاص تحت 17 سنة في أندونيسيا. المغرب فاز على بنما، المغرب خسر المباراة الثانية أمام إكوادور، المغرب فاز على البلد المنظم أندونيسيا. إذن فوز على بنما، الخسارة أمام إكوادور، الفوز على أندونيسيا، إذن 6 نقاط في هذه المجموعة. إذن المغرب هو في الصدارة 6 نقاط، إكوادور 5 نقاط، أندونيسيا في المركز الثالث، إذن 2 نقاط، كذلك بنما 2 نقاط. إذن شكون اللي فاز في هذه المجموعة الرائعة جدا؟ هو المنتخب المغربي. سبحان الله، كنشوفوا كرة القدم المغربية تطورت بواحد الشكل رائع جدا. إذن ديجا المنتخب المغربي شارك في كأس العالم خاص تحت 17 سنة، وصل ثمن النهاية، ولكن من جديد خاص فوز على الجزائر واحتصال الجزائر خاص أمم إفريقيا تحت 17 سنة، وتهلت المنتخب المغربي إلى كأس العالم أندونيسيا 2023. إذا المنتخب المغربي لعب في المجموعة ديالو بنما، إكوادور، أندونيسيا، ولكن المنتخب المغربي انتصر 2 مباراة وخسر 1 مباراة وحنا تهنا. إذا المغرب مع من غادي يلعب؟ ما عرفناش، يقدر يلعب مع إيران، ولكن نتمنى توفيق المنتخب المغربي يمشي بعيد خاص في كأس العالم، وعلاش لا نوصل نصف النهائي ولا النهائي ولا نفوز بهذا اللقب. عندنا إمكانيات. إذا شفنا مباراة رائعة جدا خاص أمام أندونيسيا اليوم، اكتشفنا الشوط الأول رائع جدا، تسجيل الأهداف 3 أهداف خاص في الشباك أندونيسيا، هما سجلوا واحد فقط ولاعبين أمام جماهير ديالهم وفي الملعب ديالهم والمغرب انتصر عليهم. إذا ملي كتكتشف بأنه المنتخب المغربي كيفوز على البلد المنظم كيكون رائع جدا. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، ومبروك للمغاربة، وصراحة فرحنا بزاف خاصة المنتخب رائع جدا تحت 17 سنة. إذا لعبوا كرة رائعة جدا وعندنا لاعبين في المستوى، عندنا فرقة واعرة و 100% غادي تمشي بعيد إن شاء الله بحول الله. كنعتذر لكم ما كناش مسألين باش نهضروا لكم في المباراة ديال بنما، المباراة ديال إكوادور، قلنا تتأهل المنتخب المغربي ونهضروا عليها. حاليا رسميا المغرب تأهل إلى ثمن نهاية كأس العالم أندونيسيا خاص 2023. فوز المغرب على أندونيسيا 3-1. ها هي ديما معنا، ورفعوا الراية المغربية وديما مغرب إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله المزيد النجاح خاص لكرة القدم المغربية، وكرة القدم المغربية تطورت بواحد المستوى رائع جدا لأفضل في إفريقيا، اللهم بارك. إذا هادشي اللي كاين أخوتي في هذا الفيديو، نتمنى الإعجاب ديالكم والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. تحياتي، الطنجة، المغرب.